عزيز الساسي رئيس قسم الجامعه الترابيه بعمله اقليم افران. واخا كما كنشهدوا ان بلادنا كامله كتعيش واحد الفتره من الجفاف، ولكن اخص مدينه افران شفناها كتعيش الجفاف اكثر من بعض المدن. وكما كتعرفوا الجفاف اللي ما بقاش ظاهره ولا قضيه بنيويه اللي كيعيشها ماشي غير المغرب، كيعيشها العالم كامل، ولكن حنا اكثر وبانت الظاهره لانه 6 سنوات من الجفاف ما كانتش سهله بالنسبه للمغرب، واللي اثرت على الموارد المائيه ديالنا سواء من السطحيه او كذلك الموارد المائيه الباطنيه. افران كما كتعرفوا الا بغيت نعطيك احصائيات اللي هي في حق صعيبه شي شويه نهضروا عليها واللي كتبغى اللي كتحز في الخاطر، هي ان الضايات مثلا ملي كنهضروا على ضايه حشلاف مشات، ضايه عوام مشات، ضايه افرح مشات، واحد المجموعه ضايه فناسين كذلك اللي نشفات، باقي عندنا حاليا واحد شويه في زروقه، باقي ضايه افنورير اللي فيها حد ادنى من الماء، باقي اكلما سيدي علي اللي كتواجد في الحدود ديال اقليم افران كذلك اللي باقي فيها شويه الماء. دونك إلا مشات السنوات هكا راه غادي يكون شكل خطير جدا، لأنه حنا كنتمناو أن الله يرحمنا، وإلا فالتدابير اللي كناخذوها كاملة كناخذوها فقط هي تدابير احتياطية، ولكن يمكن ينتهي العمل بها في واحد الوقت محدد. حنا فعلا حنا حاليا كنهضروا على استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، وكذلك في سقي كذلك الجولف اللي كاين ديال ميشليفن. كنهضروا على الاتفاقيه اللي توقعات اللي حاليا غتكون في طور التوقيع اللي المبلغ ديالها واحد 60 مليون درهم، هو كيدخل كذلك في هذا الاطار ديال محاربه الجفاف باش نرجعوا كنسقيو المساحات الخضراء ديالنا من المياه العادمه باش نحافظوا على المياه الباطنيه.